قطعة قطعة يسرد المحيط الهادئ في أعماقه جانبا من أحداث الحرب العالمية الثانية. إذ أعلن باحثون من جامعة هاواي والمركز الأمريكي للأبحاث المائية الشهر الماضي عن عثورهم على أجزاء مهمة من غواصة يابانية مجهزة لحمل طائرات قتالية غرقت بعد قليل على انتهاء الحرب العالمية. لم يدرك الباحثون ميزة هذه الغواصة إلا عندما اكتشفوا أن المساحة المخصصة للشحن في الغواصة التي يطلق عليها اسم I-400 كانت مخصصة لتسع ثلاث طائرات برمائية بأجنحة قابلة للطي. عندها قررت اليابان البحث عن غواصتها، وبالحظ الجيد قام الغواصون بالبحث عن الحطام في المكان المناسب ليجدوا القطعة العلوية من الغواصة في حالة ممتازة. بالنسبة لحطام انتزع من الجزء الأساسي للسفينة على عمق يزيد عن 120 مترا في المحيط، وتعد I-400 واحدة من بين أكبر ثلاث غواصات صنعت قبل الحرب العالمية الثانية، وقد صنعت في البداية كأسلحة لمحاربة أمريكا، وكان يمكنها بلوغ أي نقطة حول الأرض دون الحاجة للتزود بالوقود، كما كان بإمكانها تحميل ثلاث طائرات، كل واحدة منها كانت قادرة على حمل ما يزيد عن 800 كيلوغرام من المتفجرات.